دي حضراتكم ردود الافعال اللي كنت بتكلم عليه التحديات اللي كسبها محمد صلاح على مستوى الجماهير ازاي قدر بالتزامه وازاي قدر بقدراته وازاي قدر بتحطيمه لارقام القياسية والتعامل بشكل كبير جدا مع السوشيال ميديا ومع جماهير ليفربول فهذا الحب الكبير جدا مش جماهير مصر بس ولا ولا افريقيا ولا العرب لكن كمان على مستوى جماهير ليفربول النهارده صلاح كمان كتب عبر حساباته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي يعني وبيقول مع هذا الفريق طبعا يقصد ليفربول الفوز يجب ان يكون خيارنا الوحيد وكمان يمكن محمد صلاح ارفق كده يمكن مع الرساله صور من احتفالاته طبعا باهدافه خلال طبعا المباراه امام المان يونايتد طبعا فضلا عن كمان خروجه بكرة الهاتريك وكان حريص جدا انه ياخد هذه الكرة لانها فعلا كرة بتمثل ليه يعني تاريخ كبير جدا ان محمد صلاح اول لاعب في التاريخ بيحقق ثلاثية في الاولد ويتفورد على مستوى كمان يونايتد يمكن محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم بيهز شباك المان يونايتد بثلاث اهداف وعمل اسيست في الهدف الاول نبي كايتا ويمكن محمد صلاح كمان انفرد زي ما بقول لحضراتكم بصداره هدافي البريمير ليج يعني بعد طبعا ما وصل لرقم عشرة في تسجيله الاهداف ويعني جيمي فيردي لاعب ليستر سيتي اللي عنده سبع اهداف محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم يعني على المستوى تحطيم الارقام على مستوى الاداء يعني بقى هو يعني سبب وسعاده الشعب المصري بشكل كبير جدا كلنا سعداء بما يقدمه محمد صلاح وان شاء الله في استمرار